نضيف عليه التشويش اللي هو بتقارير من قبل الاتحاد الأوروبي اللي هو معني بسلامة الطيران، اللي بيقول انه في تشويش على الأقمار الصناعية اللي هي أساسية بالنسبة للطائرات بالنسبة للهبوط والإقلاع. انتقلنا اليوم من تلك التقارير والتهديدات إلى مقالات إعلامية سخيفة تتناول مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، بناء إذا بدنا نجي نحن نحكي عن ثلاث أركان أساسية بالمقال، من مصادر بنية، من مصادر تلغراف البريطانية طلعت ببيان اليوم يتناول مطار رفيق الحريري الدولي بيروت حول تهريب الأسلحة والصواريخ وإلى آخره والمتفجرات. أولا من مصادر، أنا بتمنى على التلغراف البريطاني أنه تراجع الديبارتمنت أوف ترانسبورت اللي هي بمثابة وزارة النقل البريطانية اللي كانت زارت مطار رفيق الحريري الدولي بيروت وعملت زيارة ميدانية ب 22 كانون الثاني 2024، زارت المطار حتى وصلت لسور المطار وكافة مرافق المطار من الشحن وقاعة المسافرين والطوابق السفلية وإلى آخره. فلتكن مصادر التلغراف الديبارتمنت اوف ترانسبورت البريطانية اللي هي المعنية الأساس بمواضيع النقل. ليه؟ لأنه الديبارتمنت اوف ترانسبورت بتزور مطار رفيق الحريري الدولي بيروت بشكل دوري سنوي، لأنه في طيران بيطلع من المطار وإلى مطار رفيق الحريري الدولي بيروت إلى لندن وكافة المدن البريطانية. فلتكن مصادرها مصادر بريطانية رسمية وليست مصادر مش معروف أصلا منها. الأمر الثاني، العاملين في المطار، بعض العاملين في المطار، أنه والله في صناديق بنشوفها وصناديق ما فينا نفتحها. المعنى الأول ليس العاملين في المطار يفتحوا صناديق ولا يسكروا صناديق، المعنى الأول بفتح كافة الصناديق بالشحن هو الجمارك اللبنانية اللي هي جهاز رسمي بالدولة اللبنانية، هو جهاز أمن المطار اللبناني اللي هو تابع للجيش اللبناني. وبالتالي فلتكن المصادر مش من الموظفين المياومين، تكن المصادر من المرجعيات الأمنية اللبنانية اللي هي تعمل على قدم وساق على أرض المطار لحفاظ أمن المطار وما يعبر بالمطار واللي بيطلع من المطار وبيفوت على المطار. الأمر التالي، استندوا للإياتا اتحاد النقل الجوي أنه نحن ما عندنا القدرة بالسيطرة، ما عم نشوف، ما عم نقشع. أوكي، قمنا بالاتصال بالأستاذ كامل اللي هو نائب رئيس الاتحاد النقل الجوي للشرق الأوسط وأفريقيا، كامل العوض، الأستاذ كامل العوض، وتحدثت معه شخصيا وسألته، يعني هذا الموضوع منسوب للاتحاد النقل الجوي. أخبرني بالشكل التالي: معالي الوزير، هذا الخبر عار عن الصحة، ونحن ما عطينا أي بيان أو رسالة أو تحدثنا مع التلغراف، ونحن ننفي نفيا قاطعا ما ورد في مقال التلغراف. منضيف عليه البيان الأول، أنتم حضراتكم كلكم وسائل إعلام، البيان الأول معلش، البيان الأول بالتلغراف بيقول عن الإياتا، لكون الإياتا اتحاد النقل الجوي هو أساسي بالمنطقة، بيقول البيان الأول اللي صدر أول مرة: A security source at the International Air Transport Association إياتا، يعني نسب كل ما ورد في المقال إلى الإياتا. بعد مراجعة الإياتا للتلغراف، هلأ إذا بتفتحوه قدامكم، هلأ ما عاد في كلمة إياتا اتحاد النقل، افتحوا قدام، افتحوا المقال مباشرة. هل من المعقول جريدة محترمي حالة بتغير خلال ساعة مصدر معلوماتها اللي هو اتحاد النقل الجوي؟ اللي هو اتحاد النقل الجوي هو اتحاد رسمي معني دولي معني بكل شركات طيران العالم، بتغير وبتشيل كلمة إياتا وبتحط A security source at a major and international aviation body. شو هالحكي هذا؟ وين مخمين حاله؟ بالتالي
نحن هذا البيان أو المقال اللي نزل طبعاً أنتم بتقارنون اللي حكيته أنا هلأ بالأول الظهر كان معكم إياتا، اليوم ما عادش موجود الإياتا لأنه تراجعتهم الإياتا مع التلغراف، وبالتالي حذفوا دي ريموف إياتا نيم، بس بالأخير خلص غلطة الشاطر بألف غلطة وقعوا بالفخ. نحن تأكيداً على المؤكد نحن مندعي اليوم من المطار كل وسائل الإعلام وكل السفراء دون استثناء أو من ينوب عنهم أو من يمثلهم بكرة 10:30 صباحاً تجمع بصالون الشرف، وحنعمل زيارة ميدانية لمن يرغب على مستوى سفير أو من يمثله إضافة لوسائل الإعلام بكرة 10:30 صباحاً على كل مرافق المطار من الشحن للطوابق السفلية للمدارج، ما عندنا شيء مخبى. هذا الموضوع هو موضوع سيادي بامتياز. مطار رفيق الحريري الدولي بيروت عم يشهد حركة مسافرين، حركة للمغادرين، حركة للقادمين إلى لبنان، وهو المرفق الجوي الأساسي بالبلد. التهديدات قائمة له من زمان، ولكن اليوم للأسف الشديد أنه جريدة بريطانية أن تتناول المطار كما شرحنا من ثلاث مصادر وفندنا من ثلاث مصادر، يعني للأسف هذا الموضوع جدا مؤسف، وتغيير اسم الإياتا بهالطريقة جدا مؤسف، وهذا ينم عن عدم شفافية بالعمل. فنحن بانتظاركم جميعا، وأنا أدعو السفراء بطبيعة الحال، نحن بندعي بطبيعة الحال في المديرية العام للطيران المدني التواصل مع المدير العام لتأكيد الحضور غدا الساعة 10:30 صباحا. نحن مفتوحة الدعوة للجميع دون استثناء، وأهلا وسهلا فيك. يعني معليك لا يخفى أن اليوم المطار يتعرض لهجوم إعلامي، لهجوم بالمقالات، وقبلها أيضا عملية التشويش اللي شفناها على مطار بيروت، وبالأمس شفنا الإعلام العربي عم يركز على بعض الفيديوهات بيقول أنه في عملية هروب من لبنان عن طريق مطار بيروت وغيرها من الفبركات. طيب، واضح أن العدو الصهيوني يلجأ إلى هذا الأسلوب الجديد بالتعاطي مع مطار بيروت الدولي. غدا ستحمل السفراء رسالة لوضع حد لهذه التهديدات المتكررة. أول شيء نحن بدنا نحمل السفراء إضافي للزيارة، بدنا نحمل السفراء رسالة وطلب لوقف انتهاكات العدو فوق مطار رفيق الحريري الدولي بيروت. وأنا تواصلت مع رئيس الحكومة اللبنانية الرئيس مئات. نحن في طور إعداد دعوة قضائية تجاه التلغراف، دعوة قضائية تجاه التلغراف، لأنه البيان الذي صدر عن التلغراف هو بيان عم بيشوه سمعة مطار رفيق الحريري الدولي بيروت دون أي مستند قانوني، دون أي حقيقة، مواربة للحقيقة. فنحن أنا هذا الموضوع في نقاش، وبكرة حنعلن عنه في كيفية طرح الدعوة، حتكون دعوة قضائية بالمكان المناسب، بس عم نتشاور مع رئيس الحكومة وين بدنا نتقدم بالدعوة ضد التلغراف، لأنه هذا الموضوع يعني في عن حده. وبرجع أقول لك أنا برجع يقال بموضوع التلغراف أنه صناديق تصل من طائرات إيرانية على جمرك على جمارك، وطبعاً ليست مخزن في مطار بيروت بحسب التقرير، أنه مطار بيروت ربما لا يخزن الأسلحة ولكن هو باسبور أو جسر لهذه الأسلحة، ووثيق صفا موجود دائماً في مطار بيروت على الجمارك. هل هذه النظرية يعني منصدقة أو ما منصدقة؟ أول شيء اللي بيقولوا أنه هي ما لا تخزن الأسلحة. أول شيء اللي بيشكك بالجمارك اللبنانية وبالجيش وجهاز أمن المطار والأمن العام اللبناني خلص ما بش في بلد. بالتالي المرجع الأساس للسؤال والجواب هي الأجهزة الأمنية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت حول صحة ما تنقلته تلك وسائل الإعلام. هذا الموضوع، نحن هذا البلد أهم معيار بالنسبة لنا هو عملية الحفاظ على المرافق البحرية، الموانئ البحرية والمرافق الجوية، لحتى بالاستيراد والتصدير، لأنه نعتبر الاقتصاد هو عصب الحياة في لبنان. ولكن بيجي بقول أنا بالمقال بتهم الجمارك، شو بعد في بالدولة؟ من يمثل الدولة اللبنانية في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت؟ الجمارك اللبنانية اللي منعتز فيهم ومنفتخر فيهم.
مين بيمثل الدولة اللبنانية بحماية المطار والكشف على كل الأمور ومراقبة كل الأمور؟ وجهاز أمن المطار اللي هو جيش لبناني. يعني وصلنا نشكك بالجيش اللبناني وبالجمارك اللبنانية ولوين؟ تفضل. هل بتخشوا انه يكون في شيء يتحضر لمطار بيروت؟ يعني